بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. من محاسن الدين الإسلامي تأديب المجرمين وإرهاب المتمردين بالنكاية الصارمة، ومنه قطع يد السارق، وفي ذلك من الحكم والمصالح ما لا يحصى، فلا يسود الأمن في البلاد، ولا يحصل الاطمئنان للفرد والمجتمع البشري إلا بتطبيق أحكام الشريعة. فالسارق وغيره من المعتدين إذا أمن العقاب والأدب الزاجر تجرأ على السرقة وعلى فعل المحرمات، وفي ذلك من الشرور والفتن ما الله به عليم. ومن حكم على السارق أو غيره بحكم يخالف حكم الله تعالى، ورأى أن القوانين الوضعية أصلح من حكم الكتاب والسنة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ويدرأ في نحره. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. وقبلها: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً. ذكر ابن كثير رحمه الله أن المعري لما قدم بغداد اعترض على الشريعة بقوله: يد بخمس مئين عسجد جديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لها إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. اعترض على حكم الله والعياذ بالله، وهذا ضلال. ولما اشتهر عنه ذلك تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة. اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، نصف الدية. ولما هانت، لما خانت وسرقت ذلت وصارت في ربع دينار تقطع يده. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، لا يعتدى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار، لأن لا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. فسبحان الله هو الحكيم الخبير جل جلاله. إذا أخذ الملتزم أي المسلم نصاباً من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة فيه على وجه الاختفاء قطع. قوله الملتزم أي لأحكام الشريعة، يعني المسلم، مع أن هذه اللفظة لم تكن موجودة في المقنع ولا في الإقناع والمنتهى في هذا الباب. قوله على وجه الاختفاء أي أخذ السرقة
على وجه الاختفاء قطع لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم جل جلاله. إذا أخذ الملتزم أي المسلم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة فيه على وجه الاختفاء قطع، فلا قطع على منتهب، المنتهب الذي يأخذ المال قهرا أمامك، ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. هؤلاء يعذرون ويؤدبون. قوله فلا قطع على منتهب الذي يأخذ مال الغير بالقوة، وبه قال الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. دليل ذلك ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، وإنما يعذرون ويؤدبون. رواه الخمسة والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه: والعمل على هذا عند أهل العلم. قوله أو عارية، وبه قال الثلاثة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا قطع على خائن. وهذه رواية مشى عليها المصنف تبعاً لصاحب المقنع، وليست من المذهب، وليست هي المذهب، بل المذهب ما قطع به أي ما جزم به في الإقناع والمنتهى وجزم به في الإنصاف، ولفظه يقطع جاحد العارية الذي يأخذ العارية ثم يجحد، وهو المذهب نقله جماعة عن أحمد رحمه الله. قال في الفروع نقله واختاره جماعة، قال في المحرر والحاوي والزركشي هذا الأشر. ودل المذهب ودليل المذهب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت مخزومية أي امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع وتجحده، تأخذ العارية ثم تنكر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله، ورواه البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها، وفيه فقال: إنما أهلك من قبلكم لأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها. فإقامة الحدود تقام على من ارتكب الحد أيًا كان، لا فرق بين شريف ولا وضيع. وهذا أخص من حديث جابر رضي الله عنه، فيقدم عليه، والحق أحق أن يتبع. وقال ابن قتيبة رحمه الله: يقال لكل خائن سارق، وليس كل سارق خائن. قوله ويقطع الطرار الذي يبط للجيب أو غيره ويأخذ منه. ويقطع الطرار الذي يقطع جيوب الناس ويأخذ أموالهم، هذا يقال له طرار فيقطع. قال ويقطع الطرار الذي يبط أي يقطع الجيب أو غيره ويأخذ منه. قوله ويقطع الطرار
من الطر بفتح الطاء أي القطع. قال في المصباح: طررته طرًا، من قوله من باب قتل شققته، ومنه الطرار وهو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها، فيجب القطع على الطرار لأنه سارق. ونقل البيهقي رحمه الله عن الفقهاء رحمهم الله من أهل المدينة أنهم قالوا على الطرار القطع. ويشترط أن يكون المسروق مالاً محترماً، يشترط أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو، لأن آلات الأغاني محرمة، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. إذا سرق الخمر لا قطع لأن الخمر محرمة. وشروط القطع في السرقة ثمانية: أحدها السرقة وهي أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء. الثاني أن يكون المسروق مالاً. الثالث أن يكون المسروق نصاباً يعني قدر ربع دينار. الرابع أن تنتفي الشبهة. الخامس ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار برتين. السادس أن يطالب المسروق منه بماله. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه. السابع إخراج السرقة من حرز، أي من مكان محفوظ فيه. الثامن أن يكون مكلفاً مختاراً أي بالغاً عاقلاً مختاراً. فإذا توفرت الشروط يقطع السارق. قوله: فلا قطع بسرقة آلة لهو، يعني آلة الأغاني، لأنها محرمة لتحريمها. ففي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا والعياذ بالله، والحرير لأنه محرم على الرجال، والمعازف آلات الأغاني، والخمر. قلت: والمراد بالحرى بالحر هو فرج المرأة، فهو كناية عن الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك بعض الناس يستحلون المحرمات والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه محتجًا به، وعلقه تعليقًا مجزومًا به، لم يذكر اسم الشيخ ولكن جزم بتعليق. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله بعثني رحمةً وهدىً للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات، وهي آلات المعازف. قال المعلق: الكبارات جمع كبرة، طبل له وجه واحد. الكبارات طبل له وجه واحد، وقيل هو الطبل ذو الرأسين. قال: يعني البرابط جمع بربط، وهو العود، وهو أعجمي ليس من ملاهي العرب. فأعربته حين سمعت به. فآلات المعازف وآلات الغناء محرمة، لأن الغناء صوت الشيطان. والله عز وجل قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فالأغاني صوت الشيطان، فحرام على المسلم أن يسمع الأغاني. قال: والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. الأوثان يجب كسرها وإزالتها،
فلا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وأيضا لم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه تسمية الغناء مزمار الشيطان، فالغناء مزمار الشيطان، كما في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المخرج في الصحيحين رحمهم الله في غناء الجاريتين بنتين صغيرتين عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال ابن القيم رحمه الله: وأقرهما لأنهما جاريتين، يعني بنتين صغيرتين غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب، في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، يعني لم تكن تغنيان بما فيه ذكر النساء وذكر الخمر، إنما كانت تنشدان أشعارا حربية، وهنا وهما صغار. وأما الغناء فهو محرم. وكان اليوم يوم عيد، أي في ذلك اليوم الذي كانت الجاريتان عند أم المؤمنين عائشة تغنيان بغناء قيل في وقت الحرب ليس فيه ذكر النساء والخمر وغير ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: هو والله الغناء، لهو الحديث الغناء، فالأغاني محرمة. قال ابن كثير رحمه الله: وكذا قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بذيمة رحمهم الله، قالوا: لهو الحديث الغناء. وقال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، في الغناء والمزامير. فلهو الحديث الغناء والمزامير، فيجب على المسلم أن يحذر المحرمات. وقال ابن القيم رحمه الله: قال الواحدي رحمه الله وغيره أكثر المفسرين رحمهم الله على أن المراد بلهو الحديث الغناء. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه الغناء، لهو الحديث الغناء، ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار الأعاجم وملوك الروم، فكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لهو الحديث الباطل والغناء. فمن الصحابة رضي الله عنهم من ذكر هذا، ومنهم من ذكر الآخر، ومنهم من جمعهما، والغناء أشد لهوًا وأعظم ضررًا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا. الغناء رقية الزنا، أي يدعو إلى الزنا، فإنه الغناء رقية الزنا، يعني يدعو إلى الزنا، ومنبت النفاق، وشرك الشيطان، وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. فالأغاني محرمة. قلت: فعلى كلا التفسيرين، فالإذاعات الأجنبية استماعها والإصغاء إليها داخل تحت ذم الآية الكريمة لاشتمالها على هذا وذاك، ولأنها غالباً لا تقول الحقيقة بل سربالها الكذب والزور والبهتان.
وترمي بين ملوك المسلمين وجماعاتهم وأفرادهم بالفتن والضغائن أي الأحقاد، وتلقي من التشكيكات والأراجيف ما هو معلوم، وفيها من التهور والمجون الأغاني ما تمجه الطباع السليمة وتأباه الفطر المستقيمة، فالشغف بها أي الاشتغال بها والإصغاء إليها من الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر قصيدته اللامية: فصل. هذا السماع الشيطاني عن الأغاني المضاد للسماع الرحماني أي المضاد للقرآن، له في الشرع 14 اسماً: اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والثمود. هذه أسماء الأغاني كلها، فعلى المسلم أن يجتنب الأغاني والمعازف. ثم ذكر رحمه الله الأدلة لهذه الأسماء من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر أقوال العلماء رحمهم الله في تحريم الغناء بعد سرد الأحاديث الواردة في ذلك، حتى ذكر عن أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله إجماع العلماء رحمهم الله على تحريم السماع الأغاني الذي جمع الدف والشباب والغناء آلات اللهو. ومن أراد أن يستبرئ لدينه فعليه بمراجعة كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله. الإمام ابن القيم ألف كتاب إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، وذكر فيه تحريم الأغاني وأدلة ذلك، فإنه وفى المقام حقه وأتى بما يشفي العليل ويروي الغليل، ولم أرى عبقرياً أي قوياً يفري فريه، ومع ذلك كله قال: وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني ونقضناها نقضاً وإبطالاً في كتابنا الكبير في السماع، فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب. وإنما أشرنا هنا إلى نبذة يعني قليلة يسيرة في كونه أي في كون الغناء من مكايد الشيطان، وبالله التوفيق. فعلى المسلم أن يحذر الأغاني. قلت: والنبذة المشارة إليها هي في 45 صفحة. الإمام ابن القيم في غاثة اللهفان ذكر 45 صفحة في تحريم الغناء، فلله دره من إمام موفق وجهبذ محقق وجهبذ محقق، والله الهادي إلى سواء السبيل. وأيضا ابن حجر الهيثمي رحمه الله ذكر الأدلة على تحريم الغناء في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، وهذا الكتاب مطبوع في حاشية الزواجر لابن حجر الهيثمي رحمه الله. والكتب المصنفة في تحريم الغناء لا تحصى كثرة، والله الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، نصاب قطع السارق، ويشترط أن يكون نصاباً الشيء المسروق، وهو 3 دراهم. النصاب 3 دراهم، إذا سرق السارق 3 دراهم وثبت ذلك عليه بالبينة أو الإقرار تقطع يده، والدرهم ربع ريال سعودي فضة، الدرهم ربع ريال سعودي فضة، هذا قدر الدرهم. 3 دراهم يعني 3/4 الريال
السعودي الفضة أو ربع دينار من الذهب، وهو ما يعادل 3 دراهم. فإذا سرق السارق هذا المقدار وثبت عليه ذلك تقطع يده. أو عرض أي متاع قيمته كأحدهما، أي قيمته ربع دينار أو 3 دراهم. قوله وهو 3 دراهم، وهو قول مالك رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا قطع في أقل من 10 دراهم. دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، المجن الترس الذي يأخذه المجاهد في يده يتقي به ضربات العدو، قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. قوله أو ربع دينار لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا أي فما زاد، متفق عليهما. ولفظ البخاري رحمه الله تقطع يد السارق في ربع دينار، وهو قول الإمام الشافعي وكثير من العلماء رحمهم الله. أو عرض يعني متاع قيمته كأحدهما، لحديث عمرو أن سارقا سرق أترجة، أترجة نوع من الفواكه، أترجة نوع من الفواكه من الحمضيات، إن سارقا سرق أترجة في زمن عثمان رضي الله عنه فأمر بها أن تقوم، يعني ينظر كم قيمتها، فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهم بدينار، فقطع عثمان رضي الله عنه يده، يد ذلك السارق. وإذا نقصت قيمة المسروق، يعني عن نقصت عن 3 دراهم، أو ملكها السارق، أو يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، يعني لما أخرجها من مكانها إذا كانت تساوي 3 دراهم، فلو ذبح فيه كبشاً أو شق فيه ثوباً فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع. العروض تقوم بربع دينار أو 3 دراهم، يعني إذا سرق ثياباً أو متاعاً ينظر إذا كانت قيمته 3 دراهم أو ربع دينار تقطع يد السارق. وقال مالك رحمه الله يقوم المسروق من العروض بالدراهم، وقال الشافعي رحمه الله يقوم بالذهب وأقله ربع دينار. ومن أدلة الظاهرية قوله عليه السلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولكن ذكر بعض الشراح أن المراد بالبيضة ما يلبس على الرأس وقت الجهاد وهي تبلغ ربع دينار، ليس المراد بالبيضة بيضة الدجاج. وبعضهم قال أنه إذا سرق البيضة يتجرأ قليلاً قليلاً حتى يسرق النصاب فيؤدي ذلك إلى قطع يده. قوله وإن نقصت إلى قوله لم يسقط القطع وفاقاً لمالك والشافعي رحمهم الله، وهو قول أكثر العلماء، أي إذا نقصت القيمة بعد إخراجها من الحرز لم يسقط القطع لوجوبه بالإخراج. قوله أو ملكه السارق لم يسقط القطع، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. دليل ذلك ما روى صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه نام على ردائه، نام على ردائه في المسجد فأخذ الرداء من تحت رأسه، فجاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
فأمر بقطعه، فقال صفوان رضي الله عنه: لم أرد هذا، ردائي عليه صدق. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان قبل أن تأتيني به، قبل أن يصل السارق إلى الإمام يمكن عفو، وأما بعدما وصل إلى الإمام فلا بد من إقامة الحد. رواه الخمسة إلا الترمذي رحمهم الله، ورواه أيضا مالك والشافعي والبيهقي رحمهم الله، ولعموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذا وصل إلى الإمام لا بد من إقامة الحد، ولكن العفو قبل ذلك يمكن. رواه البيهقي وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه رحمهم الله. وأن يخرجه من الحرز، يعني شروط قطع السارق أن يخرج المال من الحرز، أي من المكان الذي يحفظ فيه، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. دليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق، إذا كان هناك تمر معلق، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنا فلا شيء عليه. إذا كان إنسان جائع ووجد تمرا معلقا وأكل في فمه، لم يأخذ في كيس ولا في وعاء، فيعفى عنه التمر المعلق. وأما إذا جمع في ثوبه فيؤاخذ. ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. إذا جمع في ثوب فيغرم بما أخذ مثليه مرتين والعقوبة. قال المعلق: الخبنة الحجزة يتخذها الرجل في إزاره لأنه يقلصها، والخبنة الوعاء يجعل فيه شيء ثم يحمل. فإذا جمع في ثوبه فيغرم بمثليه ويعاقب. رواه النسائي وأبو داود والبيهقي رحمهم الله، ولفظه: وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين. الجرين المكان الذي يجفف فيه التمر، فما أخذ من الجرين يعني المكان الذي يحفظ فيه التمر فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، أي يعزر ويؤدب. قال: فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال من العادة حفظه فيه. وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور، حفظها في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب، حفظ هذه الأشياء وراء الأبواب والأغلاق الوثيق. وحرز البقل الخضروات وقدور الباقلة مثل الفول ونحوها وراء الشرائج. قال المعلق: الشرائج الشريجة شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه بطيخ. الشريجة شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه الطبيخ، يحمل فيه الطبيخ، يحمل فيه البطيخ الحبهب. إذا كان في السوق حارس
وحرز الحطب والخشب الحظائر الشوكة الذي يجعل حول الحطب وحرز المواشي الصير. قال المعلق: الصير حظيرة من خشب وحجارة تبنى للغنم والبقر، يعني أن يكون حرزها هذا الذي يوضع حولها من الحجارة والخشب. وحرزها في المرعى بالراعي، حرزها أن يكون الراعي معها ونظره إليها غالبا، وأن تنتفي الشبهة، لا يكون له شبهة. فلا قطع بالسرقة من مال أبيه، إذا سرق الولد من مال أبيه فلا قطع، وإن على أي وإن أخذ من مال جدي، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء. ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، بسرقة مال قريبه الأخ يقطع، أما الأب والأم إذا أخذا من مال الولد أو ولد الولد فلا قطع عليهم. دليلنا قوله عليه السلام: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، رواه الترمذي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعًا وموقوفًا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، رواه أبو داود رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. قال المعلق: حديث حسن. قوله: ويقطع الأخ وكل قريب، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم، ولكن القول الأول أنه يقطع الأخ. قال: فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن على، يعني من مال الأب أو الجد، ولا من مال ولده وإن سفل، مال ولده أو ولد ولده، والأب والأم في هذا سواء. ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. دليل ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، رواه الترمذي رحمه الله. وقال: قد روي موقوفا والوقف أصح. قال: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك. قوله: ولا من مال ولده، لقوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك. قال المعلق: حديث حسن. رواه ابن ماجه رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه، وأبو داود رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب رحمه الله، ولفظه: أنت ومالك لوالدك. وروى الخمسة رحمهم الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وبهذا القول قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزًا عنه. قال: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. دليل ذلك قول عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عمرو الحضرمي رضي الله عنه حين قال له: إن غلامي
سرق مرآة امرأتي، إن غلامي أي مملوكي سرق مرآة امرأتي، المرآة التي ينظر فيها الوجه، سرق مرآة امرأتي، أرسله. قال أرسله أي اتركه لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم. رواه مالك والشافعي والبيهقي رحمهم الله. وزاد سرق مرآة امرأتي ثمنها 60 درهما. وجه الدلالة منه أنه إذا لم يقطع عبده بسرقة مالها أي الزوجة فهو أولى. قوله وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة الوقف على الفقراء أو شخص من مال له فيه شركة أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه قلم يقطع ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار برتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. دليله ما روى البيهقي رحمه الله أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود رضي الله عنه فقال عبدي سرق قباء عبدي، أي عنده عبد وسرق قباء عبد آخر. قال مالك مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه لأنهما كلاهما عبد لك، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح رحمهم الله. قوله أو أسلم أو حر مسلم من بيت المال لم يقيده في الحرية في المقنع ولا في الإقناع. دليل ذلك قول عمر رضي الله عنه لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه عن من سرق من بيت المال أرسله أي اتركه، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق لأن بيت المال للمسلمين. قال في مجمع الزوائد رحمه الله رواه الطبراني والقاسم لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود فكفى بينهما راو لا يعرف ورجاله رجال الصحيح. وروى البيهقي رحمه الله بإسناده أن عليا رضوان الله عليه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع، هو خائن وله نصيب. قوله ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قوله أو إقرار مرتين، وقال الأئمة الثلاثة رحمهم الله يثبت بإقراره مرة واحدة. دليلنا حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلص أي سارق فاعترف، فقال عليه السلام ما إخالك سرقت، أي ما أظنك سرقت، قال بلى مرتين أو ثلاثة، فقال اقطعوه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي رحمهم الله. وقال علي رضوان الله عليه لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين. قوله ولا ينزع عن إقراره أي لا يرجع عن إقراره، دليل ذلك أنه عليه السلام عرض له ليرجع كما تقدم في حديث أبي أمية رضي الله عنه، ولقوله عليه السلام في قصة ماعز هل لا تركتموه، يعني لنتأكد. قوله وأن يطالب المسروق منه بماله، المسروق يطلب ماله، هذا المذهب. وعنه قول آخر لا يشترط ذلك، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ومن أدلة المذهب
حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه وتقدم، ومن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذا حصل العفو بينهما قبل أن يصل إلى الإمام يحصل، وأما بعد ما يصل إلى الإمام فلا بد من إقامة الحد. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، قوله حسمت الحسم القطع، فقسم العرق قطعه ثم كواه لئلا يسيل دم. الحسم بعدما تقطع يده تكوى بالنار حتى ينقطع الدم ولا يستمر. من مفصل الكف وحسمت، قوله يده اليمنى لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما، أي يد اليمنى، وبه قال الثلاثة. قوله من مفصل الكوع وحسمت، دليله ما روى البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل. وروى البيهقي رحمه الله أن عليا رضوان الله عليه قطع من المفصل وحسمها، يعني كواه بالنار حتى يقف الدم. وأخرج الحاكم والبيهقي أو أنه يوضع في زيت محمي زيت حار حتى ينقطع الدم. وأخرج الحاكم والبيهقي والدارقطني رحمهم الله وصححه ابن القطان رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن سارق: أقر، اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وروى البيهقي رحمه الله أيضا عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع السارق من المفصل. وقال البخاري رحمه الله: وقطع علي رضي الله عنه من الكف. أما قاطع الطريق الذين يقطعون الطريق ويخوفون الناس في الطريق، أما قاطع الطريق يحسم كما فعل الرسول فلا يحسم، قاطع الطريق فلا يحسم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العرنيين الذين ارتدوا وسرقوا. تنبيه: محل قطع رجل السارق من مفصل الكعب عقبة يمشي عليه، والمراد بالكعب أي الذي في منتصف القدم في ظهرها، لما روى البيهقي رحمه الله أن عليا رضوان الله عليه كان يقطع اليد من المفصل والرجل من شطر القدم. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثر، قال الكثر هو طلع النخل أو الجمار وهو لب قلب النخلة، الكثر هو لب قلب النخلة وهو الجمار. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة، يعني يغرم بقيمة ذلك مرتين ولا قطع. قوله ثمرا أو كثرا، وبه قال الأئمة الثلاثة رحمهم الله لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه: لا قطع في ثمر ولا كثر، أخرجه الخمسة وابن حبان
والحاكم والبيهقي وصححه رحمهم الله، ورواه أيضا الإمام مالك وابن ماجه، ورمز له السيوطي بالصحة رحمهم الله، والكثر بفتحتين جمار النخل كما في القاموس من كتب اللغة والنهاية لابن الأثير رحمهم الله. قوله أو غيرها، هذه رواية اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وكثير من الأصحاب، والذي قدمه في المغني والشرح ونصراه وقطع به أي جزم به في الإقناع والمنتهى. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة، يعني يغرم بقيمة ذلك مرتين ولا قطع. وقال في الإنصاف على الصحيح من المذهب أن تضعيف القيمة خاص بالسرقة من نخل أو شجر أو ماشية اقتصارا على مورد النص، وتضعيف القيمة على كلا الروايتين من مفردات المذهب، فعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله أنه لا يجب أكثر من قيمته. ولنا حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه أي بفمه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، يعني غير متخذ في ثوبه، فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه، يغرم مثليه والعقوبة. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والترمذي وحسنه رحمهم الله. ورواه أيضا مالك والشافعي والإمام أحمد والبيهقي وابن الجارود رحمهم الله. خاتمة وختاما نقول: والحق يقال، والحق أحسن، والحق أحق أن يتبع، والحق ما شهدت به الأعداء، فلقد صرح كثير من أهل الصحافة في أوروبا وغيرها بأنه لا تحفظ الحقوق ولا تحارب الفوضى إلا بتطبيق النظام الذي جاء به نبي العربي محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو نبي لكل بني بشر، يجب على كل من على وجه الأرض أن يؤمن بأن محمد رسول الله ويشهد أن لا إله إلا الله. فمن حكم أو رضي بأي حكم يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، نعوذ بالله من الكفر. باب حد قطاع الطريق الذين يقفون في الطريق ويأخذون أموال الناس ويخوفون الناس، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإذا يشترط في المحاربين ثلاث شروط: أولاً أن يكون معهم سلاح ولو عصا أو حجر على الصحيح من المذهب، الثاني أن يكون ذلك في الصحراء دون البنيان، وبه قال الخراقي رحمه الله وصاحب الوجيز رحمه الله وغيرهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، والمذهب ليس ذلك بشرط، وبه قال الشافعي رحمه الله. ثالثاً أن يأتوا مجاهرةً ويأخذوا المال قهرًا، فإذا يعتبر لوجوب الحد على المحارب سبعة شروط: الأول ثبوت محاربته ببينة أو إقرار، الثاني الحرز بأن يغصب المال من يد مستحقه، الثالث النصاب أي نصاب القطع في السرقة بأن يكون المال الذي أخذه يبلغ نصابًا، الرابع أن يكون مكلفًا أي بالغًا عاقلًا، الخامس أن يكون المال محترمًا أن لا يكون آلات معازف أو خمر، ما ليس كذلك كالخمر وآلات لهو فإنها محرمة،
السادس انتفاء الشبهة كما تقدم في باب القطع من السرق. السابع أن يكون ملتزماً لأحكام الشريعة الإسلامية بأن يكون مسلماً أو كافراً ذمياً، يعني من أهل الكتاب دفع الجزية، ولهم خمسة أحكام أشار المصنف رحمه الله للأول بقوله فمن منهم قتل مكافئاً، وللثاني وإن قتل ولم يأخذ المال، وللثالث وإن أخذ كل واحد، وللرابع فإن لم يصيبوا نفساً، وللخامس ومن تاب منهم. دليل ذلك قوله جل ذكره إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والأصل في حكمهم قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض. هذه الآية الكريمة في قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من العلماء رحمهم الله نزلت في قطاع الطريق من المسلمين، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض. رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله. وهم الذين، أي قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرةً لا سرقةً. فمن منهم قتل مكافئًا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال، وإن أخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتماً ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قوداً أي قصاصاً في الطرف أي اليد والرجل تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. فإن لم يصيبوا نفساً ولا مالاً يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. ولها من الأدلة عموم قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، ولما يترتب على ذلك من المصلحة، والذي رجحه في المغني والشرح وقطع به أي جزم به الإقناع والمنتهى، وقال في الإنصاف وهو المذهب أنه لا يتحتم قود فيما دون النفس، فلولي الجناية القود أو العفو، لأن القود إنما تحتم إذا قتل لأنه حد المحاربة بخلاف الطرف، فإنه يستوي قصاصاً لا حداً. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحسم العرانيين، رواه البخاري، لأنهم ارتدوا، العرانيين ارتدوا فلم يحسم حتى ماتوا. قوله قتل ثم صلب، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.